السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ناس بتدور على بديل للتويتر او اكس، ليه؟ لان ايلون ماسك بيستخدم المنصة بتاعته عشان يجبر الناس على اتخاذ مسار معين او انتخاب شخص معين بشكل زيادة عن اللزوم. يعني ممكن تقول انا بحب فلان وخلاص، لكن ان انت تبقى منحاز بشكل بشع وتستغل المنصة بتاعتك لشخص معين، دي حاجة قلقت الناس، فبدأوا يدوروا على بديل. فأفضل بديل للتويتر اللي هو بلو سكاي، ده موقع مفتوح الأوبن سورس وموقع مجاني وفي مزايا كتيرة عن التويتر. هسيب لكم الرابط أسفل الفيديو بحيث الناس اللي عايزة تخش هتلاقي مفيد ليهم، بس اتنقل يعني انت وأصدقائك مرة واحدة اتنقلوا للبلو سكاي بحيث تشوفوا بعض وتحس ان الموقع اكتف وفي سوشيال بجد، تمام. فالتويتر كويس جدا في حاجات زي مثلا ان هو بيسمح لك، تمام، ان انت تمارس حقك الطبيعي وتتابع الاخبار اللي بتحصل في فلسطين وغزة. ده مش موجود في الفيسبوك خالص، انما التويتر بيسمح لك مسموح. يعني فيسبوك تحس ان انت مالكش علاقة بغزة وان غزة الحمد لله الامور اتحلت والحصار اتشال، ما بتتابعش اي اخبار خالص. التويتر سامح لو في خبر نشرته، ما دام الخبر صادق خلاص بيسيبه. لكن مشكلة الانحياز الزايد عن اللزوم ده اللي خلى الناس تتضايق. فانت معك الاختيار، انا مش بجبرك تسيب تويتر واقول لك تويتر وحش وبلو سكاي حلو. انت عايز تشتغل بده وده، تشتغل ببلو سكاي، تشتغل بتويتر.